مرحبا. العنصرية، التطرف، النظر من مكان جدا 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 ضيق. حلقتي مع عبير اللي كانت لازم تطلع اليوم ما طلعت، أو ما لها تطلع. ليش؟ لأنه عبير الآنسة يلي عملت مع المقابلة إجاها تهديدات بشكل رهيب من حزب عنصري. تضايق فقط لأنه عبير بتشتغل بالإذاعة والتلفزيون الحكومي السويدي، وشاف انه هي بتحط حجاب فقال لا، بس ما قال لا بشكل ديمقراطي، وانما قال لا بطريقة مشهرة مغرضة وحرض عليها الكثير من الناس. عبير، كل الحب والقوة إلي، بتمنى انك تقومي من هاي الشدة بأسرع وقت ممكن، وإلكم بعتذر منكم ان الحلقة ما رح تطلع. بوعدكم بالقادم رح يكون في حلقات كثير مهمة. بتشكركم كثير. هلا سلام. فحلقة هي إذا تنزل حالياً هتعمل لي كتير مشاكل وجع راس من الأجانب، أنا بغنى عنها حالياً، أنا متعرضة لتهديد بالقتل. بتمنى أنه أنت تعتبرني مثل أختك.